ولكن ماذا عن حقوق الوالدات المطلقات؟ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ويجب على الآباء أن يكفن للمرضعات المطلقات أكلهن وكسوتهن على الوجه المستحسن شرعا وعرفا، وهو ما يعرف بأجر الرضاع أو أجر الرضاع. ولأن محور الحديث عن المولود، فسمي الأب في هذه الآية الكريمة المولود له، ولأن المولود لأبيه وينسب إليه، كان على الوالد نفقة للوالدة المطلقة بالمعروف دون تبذير ودون تقطير. ولكن ماذا عن المرأة المتزوجة غير المطلقة؟ هل لها أجر على الرضاع كما للمرأة المطلقة؟ هناك رأيان، الرأي الأول أن المرأة تستحق أجرا على إرضاع ولدها وإن كانت متزوجة، قال بذلك الحنابلة والشافعية. والرأي الثاني أن المرأة لا تستحق أجرا على إرضاع ولدها إن كانت متزوجة، قال بذلك الحنفية والمالكية. وهذا هو الرأي الأرجح وما عليه الناس منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى الآن. لا تكلف نفس إلا وسعها. لا يكلف الله نفسا إلا قدر طاقتها، فلا يكلف الله الفقير أن ينفق نفقة الغني، وهذا مقصد من مقاصد الشريعة، اليسر لا العسر. وكذلك لا تكلف الوالد المطلقة الصبر على التقتير في الأجر، وهذا من تمام رحمة الله بعباده. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. لا يحل للوالدين أن يجعل المولود وسيلة للإضرار بينهما. ومن أوجه الإضرار بالوالدة منعها من النفقة والكسوة والتضييق عليها وتكليفها بما لا تطيق، ومن أوجه الإضرار بالوالد تكليفه ما لا يطيق من النفقة والكسوة، وقد تلقي الأم بولدها الرضيع إلى أبيه، فهذا المولود ما هو إلا ثمر ورزق من عند الله لهما، ولا يجب أن يكون مصدر للقلق والضرر. فاتقوا الله في ذاك الوليد، لأنه دائما هو الضحية في أي نزاع بين الوالد والوالدة. وعلى الوارث مثل ذلك. فإن مات الوالد وجب على الوارث من النفقات والكسوة ما كان واجبا على الوالد. ولكن أي وارث؟ هناك عدة آراء، هناك ما يقول وارث الأب، وهناك ما يقول وارث الطفل إن مات، وهناك ما يقول الطفل نفسه إن ورث. فالأمر فيه سعة، وكل ينفق على قدر استطاعته، وبالتأكيد هذا من صلة الرحم الواجبة. جزاكم الله خيرا. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. لا تكلف نفس إلا وسعها. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. وعلى الوارث مثل ذلك.